ولا أولى فقراتنا فرح، ودائما مثل ما قلتي دائما عندنا حصة نفسية للأطفال. بنحاول من خلال صباحنا غير اليوم نضوي دائما على المشاكل اللي بتعرض لها الطفل، لأنه هو أساس كل عائلة عندنا يعني، وبنعرف قد ايه نحن بنحرص إنه ينشأ هذا الطفل نشأة سليمة. اليوم رح نضوي على اضطرابات التواصل، قد ايه هذا الاضطراب صار شائع، نسمعه كثير خاصة بالأعمار الأولى، رشا اضطرابات يمكن استقبال ومعالجة وإرسال المفاهيم، هذا الشيء يمكن هي المشاكل بنشوفها بأعمار مبكرة يمكن فترة الروضة أكثر شيء بتنتقل معه للصف الأول، وهون يمكن بيكون العبء والمسؤولية الكبيرة كثير على المدرسة والأهل يلي ممكن يساهموا بالعلاج بالوقت نفسه، ممكن يكونوا سبب من أسباب هي المشكلة. أكيد هم بيكونوا أحياناً العلاج وأحياناً بيكونوا الأسباب السلبية، وقت ما بيقدروا يحضنوا هذا الطفل بشكل إيجابي وبيقدروا يتفهموا هذا الوضع. إذا بدنا نحكي عن اضطرابات التواصل فينا نقول إنه هو شدته ممكن تبلش من الخفيف للعميق. رح نحكي أكثر عن الأسباب العلاج وطرق الوقاية، وضيفنا لليوم هو الأستاذ أحمد يوسف وهو اختصاص نفس وتواصل. أهلا وسهلا أستاذ وأحلى. الله يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نعرف شو هو مفهوم اضطرابات التواصل وشو أنواعه. بشكل عام الإنسان كائن اجتماعي، فهو بحاجة دائما أنه يتواصل مع الآخرين. فعملية التواصل هي الطريقة أو الأسلوب اللي بيتم فيها الإنسان مشاركة حياته والمعلومات وتفاصيل متعلقة بكل حياتنا مع بعضنا البعض. فالعملية اللي بتتم بين البشر بشكل أساسي لحتى يكونوا هن مندمجين بالمجتمع أو ضمن الأسرة أو ضمن سياق التربية أو التعليم هي التواصل. فالتواصل هي بين اثنين دائما بده يكون في مستقبل في مرسل، وبده يكون في محتوى رسالة عم توصل بين الاثنين. أي خلل أو تراجع أو عدم كفاءة وظيفية بهاي المفاهيم الثلاثة رح يكون في عنا اضطراب بالتواصل. هو طبعا مو بس عند الأطفال، هو مستمر ممكن يظهر بأي عمر، وممكن يكون له شكل نفسي أو اجتماعي أو لغوي أو سمعي أو بصري إلى آخره. ممكن يظهر فجأة يعني التواصل. خلينا نقول طبعا بس دائما في أسباب. بس يمكن النسبة الأكبر مشوفها عند الأطفال خاصة بهذا الوقت بعد ما بلشنا نشوف عمليات الدمج. خلينا قبل ما نتوسع بالأسباب وطرق العلاج نشرح أكثر عن هذا الاضطراب، نحكي عن أنواعه وكل نوع يعني نأخذ مثال عنه. تمام. هلا بشكل عام نحن لحتى نحكي عن التواصل بدنا نحكي عن انه بده يكون عند الطفل اما قدرات معرفيه او عقليه بنسميها مثل الذكاء، معالجه المعلومات انتم حكيتوا، التحليل، بده يكون عنده قدرات حسيه اللي هي السمع او البصر او حتى اللمس، بده يكون عنده ايضا قدرات لغويه اللي هي الدماغ السليم او عصبيا يكون الطفل سليم. فبالتالي اي خلل بهدول الثلاثه راح يكون في عندنا اضطراب بالتواصل. من خلقه الانسان او ولاده الانسان اول عمليه تواصل بتتم بين الطفل والاخر هي الصرخه الاولى، ونحن بنسأل عنها دائما بالتقييم، هل صرخ الطفل وقت اللي خلق؟ لأنه هاي بدل أنه هو عم يسمع أو استغرب الجو اللي هو جديد عليه، كان ببيئة الرحم صار بالبيئة الطبيعية أو البيئة العادية فصرخ. بعدين بصير في دلائل بتدل على ظهور أنه دلائل أو إشارات أنه الطفل عم يتواصل بشكل سليم، منه أنه يتواصل عن طريق البصر، منه إذا ناديت باسمه رد علي، منه إذا سمع صوت غريب كمان يحس. حتى ببيئة الرحم الطفل بيكون أو الجنين بيكون عم يآلف لأصوات الأم والأب أكثر من غيرهم، وبصير يعطي إشارات جسدية. فالتواصل هو عملية كتير مستمرة. بعد فترة بيصير لا، متطلبات التواصل مو بس انه هو يسمع او يتطلع بصريا او سمعيا، كمان لازم يكون الطفل قادر انه يحكي مثلا مع الام مع الاب، يروح على الروضة، يتفاعل بالمدرسة. بعد فترة كمان يتقبل التغيرات بتصير بالمراهقة. بعد فترة كمان يصير عنده الحكمة اللي هي ناتجة عن التواصل السليم مع الاخرين. فالتواصل هو عملية كتير مستمرة والى امد كتير طويل، حتى ممكن يصير اضطراب التواصل عند الناس الكبار بالعمر اللي هنن 50 و60 و70 سنه، ممكن يصير عندهم اضطراب عصبي يؤدي لاضطراب بالتواصل، مثل اذا حكينا عن الحبس الكلاميه اللي هي الافازيا او الجلطه اللي بتؤدي لصعوبه بفهم او بانتاج الكلام مع الاخرين. شو سبب هذا الحبس؟ سببه بيكون عصبي، بيكون سكته دماغيه، ستروك دماغيه بتؤدي لتعطيل مناطق اللغه. بس ممكن نحكي عن الاعمار الكبيره. تمام. الاطفال مو ممكن يتعرضوا لحبس حتى كلاميه، حتى لا ممكن يكون في عندهم افازيا او حبس كلاميه بس مرتبطه مع السحايا او مع اضطراب عصبي. تمام. او مع نزيف دماغي او مع اضطراب بيصير عند الاطفال بنتيجه زياده كهرباء زايده بالدماغ او نقص اكسجين كمان بيصير عند الاطفال. هو السبب الاول الى متعلق بالدماغ يعني بشكل مباشر. طبعًا. كان اطفال او كان كبار الحبس اذا حبس كلامي هو بده يكون لانه بتكون هي بمناطق انتاج او استيعاب اللغه اللي هن فيرنيكا وبروكا، شيء بيفهم اللغه وشيء بينتجه، ممكن يكون مع اثنيناتهم بيكون شلون هون شامل او شديده. غير الحبس الكلامي يا دكتور اوقات بنسمع عن التأتأة عند الاطفال. تمام. وهون يمكن اذا بندور شوي على المحيط بنلاقي يمكن في حاله
عنف بالمنزل، اوقات يمكن الاسباب بتكون من الوسط المحيط بالدرجه الاولى، يمكن ما بتكون هي اسباب نفسيه او عفوا هي اسباب خلقيه او شيء. فهون نحن كيف بنقدر نقيم هذا الشيء؟ كيف نقدر نتدخل بالعلاج طالما الوسط المحيط هو المؤثر الاول؟ تمام، انتم ذكرتوا بالمقدمه شيء كثير مهم، انه نحن الاسره اما ممكن تزيد الاضطراب وتكون سبب فيه، او ممكن هي تساهم بالحد منه او الوقايه فيه او العلاج والتاهيل. وغالبا كل الاضطرابات اللغويه من التأتأة للتاخر اللغوي للاضطرابات النطقيه الفونولوجيه اضطرابات الصوت حتى الحبسه الكلاميه، البيئه المنزليه او الاجتماعيه هي الدعم الاول والاكبر لحتى الطفل او الشخص يتخلص من هاي المشكله. اذا بدنا نحكي عن التاخر اللغوي عم يصير حاليا، هو اغلبه عم يكون نتيجه تعلق بالنت او بالموبايل او بالشاشات. اذا بدنا نحكي بعد فتره التأتأة ممكن تكون نتيجه انه هي اكيد بده يكون لها سبب كلامي، تنسيق بين التنفس والكلام، ولكن اللي بيعززها هي مواقف التوتر والضغط اللي بيشوفه الطفل من اهلهم او بالمدرسه او بالمجتمع بشكل عام. فالاسره والاهل لحتى تكون عن جد مساهمه اساسيه بتواصل الطفل بشكل فعال ضمن الاسره والاخرين، بدها تعطيه الثقه بنفسه، بدها تسمعه كثير، بدها تتواصل لفظيا وكلاميا معه كتير لحتى تنمي لغته، بدها تجاوب عن اسئلته. هذا الشيء اللي كثير الاهل بملوا منه بعد فتره، انه الطفل بضل يسال لهم، انه هاي الموضوع كثير بنمي ادراكه، بنمي تفاعله، بنمي ثقته بنفسه. فالاهل والاسره هن الدور الاول والاساسي باحتضان الطفل او الشخص المريض او الشخص اللي عنده اضطراب لغه او كلام او تواصل. بعدين ببلش نحن عندنا دور الاخصائي بجلسات التاهيل او جلسات العلاج والمتابعه. طيب قبل ما نروح للاخصائي والاستشارات اللي عم تكون من خلال حضرتكم، ذكرت حضرتك انه الاسره هي الداعم الاول، واليوم وقت الطفل بيكون بعمر الروضه او المدرسه صار في عندنا مدرسه وكادر تدريسي ونفسي ايضا بالمدرسه، واليوم هي القصه تشاركيه، يعني اليوم بيكون في ترابط بيناتهم ليقدروا يطلعوا بهذا الطفل لنتائج افضل. اليوم شو اهم الخطوات المفروض المدرسه والاهل يتبعوها، واهم النشاطات اللي ممكن تفيد هذا الطفل؟ هون نحن بنصير عم نحكي عن التوعيه اللي نحن عم ننادي فيها من زمان، انه المرشد النفسي الموجود بالمدرسه او حتى المعلمين الموجودين المفروض يكون عندهم دائما مثل التدريبات او الدورات لحتى نعرف نتقبل الطفل المختلف، الطفل اللي عنده مشكله. يعني نحن بنعرف حاليا داء العصر هو التنمر، وقت اللي بيكون عندي طفل عم يتأتأ بالصف، الطريقه اللي بتوصلها المعلمه للمرشد او للاخصائي بتكون انه والله هذا الطفل عم ينتع ورفقاته عم يضحكوا عليه. هلا مبدئيا نحن دورنا كمعلمين اذا بدنا نكون بالمدارس بده يكون اول شيء نحن نتقبل الطفل ونعلم الاطفال كيف يتقبلوه، لا انه عادي طبيعي. نحن بنشتغل او بنتشارك او بنروح عند المرشد بنروح عند الاخصائي بصير في احالات، فمزبوط بالمدرسه في دور، حتى النادي اذا بيروح الطفل لنادي صيفي في بده يشبك مع الكوتش، اذا بيروح مثلا لاي مكان المفروض يكون انا كأم او كأب عن جد عم بتواصل بشكل فعلي معهم لحتى ادعمهم يتقبلوا طفلي حتى لو كان مختلف، لانه عمليات العلاج غالبا بالاضطرابات اللغويه بالكلاميه هي بتاخذ وقت، لانه هي بدها تاهيل اسمها ما اسمها علاج، لانه بتاخذ وقت، بدها تقبل من الطفل، بدها مساعده، بدها تقبل من البيئه من الاسره، بدها صبر كمان، بدها صبر، وبدها حتى يعني بدك تعملي بيئه تواصليه حقيقيه وفعليه. يعني هذا الوقت هذا الشيء بده وقت كثير طويل، ما بنحكي نحن بسنين، عم نحكي بالشهور بس. ولكن بهالشهور هي الاثار النفسيه ممكن تكون سلبيه كثير على الطفل اذا ما كانت مضبوطه بشكل سليم. صح تماما. غير هيك دكتور، بنسمع بعض الاحيان انه بعض العيوب الخلقيه ممكن تكون هي سبب من اسباب ظهور هي المشاكل، سواء مشاكل بالكلام او حتى مشاكل اخرى مثل كيف بيتعود الولد يمكن يحكي بالبيت ان كان بطبقه صوت كثير عاليه او مزبوط. حتى يتلقى هي طبقات الصوت العاليه. خلينا نوضح هذا الموضوع وكيف امكانيه العلاج، سواء العلاج الطبي الجراحي بالتعاون مع العلاج النفسي. شكرا على السؤال، هذا السؤال كثير مهم وانا دائما بغفل عنه بمحل من المحلات. هون عم نحكي نحن على العيوب الخلقيه هي اللي عند الكليفت بلت او بنسميها نحن شق شراع الحنك والشفه او بنسميها الشفه الارنبيه. هاي الاضطرابات او هاي العيوب الخلقيه بتؤدي لشيء اسمه اضطراب الرنين عند الطفل او اضطراب الصوت. الطفل بيخلق عنده صوت اسمه صوت الخنب او الصوت المخنوب، يعني اغلب كلامه بيكون عم يطلع من انفه، هذا اسمه اضطراب رنين. هلا حضرتكم كاعلاميين انتم بتعملوا دورات تدريب لها علاقه بالتنفس، كيف نتنفس من البطن، كيف نطلع الصوت من التم، بعدين الاصوات الانفيه، هذا الموضوع مرتبط فيه كليا. بس كطفل خلق وعنده هاي العيب الخلقي اللي ادى لشق شراع الحنك وادى لاضطراب الرنين، بده اول شيء تدخل
تدخل جراحي، بده حوالي من 3 إلى 4 عمليات، العلاقة بإغلاق سقف الحلق ما بين الأنف والتم أو التجوف الأنفي والفموي، بعدين بده بعد فترة جلسات طويلة المدى العلاقة بتوزيع الرنين بالتم، بعدين الأصوات الأنفية مثل الأم والإن بتضل تطلع من الأنف بس الباقي من التم، العلاقة بتقوية عضلات التنفس والتصويت. هذا الموضوع بتتخيلي قديش بده تعب وبده مواجهة مجتمع كامل، لأنه الطفل خاصة طريقة كلامه بتكون ملفتة للنظر للجميع، فالأهل بيعانوا من مشكلتين. المشكلة الأولى أنه كيف بدهم يعطوا الثقة لابنهم بكلامهم، وبيجي الطفل بيسألهم أنا ليش عم بحكي هيك، ليش الله خلقني هيك، إلى آخره من الأسئلة اللي كثير لها علاقة. قديه الطفل بيسأل فرح كتير. وبكون ملاحظته كتير قوية. قديه في تنمر كمان رشا من الوسط المحيطة، مع أنها هي الثقافة مسألة التنمر كتير شديد ونحن عم نعاني منها، هي توازي المشكلة اللي موجودة عند الطفل. يعني التنمر اليوم هو يعني إذا رجعنا الأساس هو ما يعني إحنا ما عنا بالأصل بالمدارس كان نشر ثقافة إنه نحن الأطفال المختلفين أو بجوز عمليات الدمج بلشت هلا تساهم شوي بهي القصص، إنه خلينا إنه نشوف حدا مختلف نتقبله يعني، بس قد إيه في أهالي اليوم ما تقبلت طفلة يعني حتى طفلة ما تقبلت. نحن بحاجة لرفع الوعي المجتمعي والأسري أكثر، يعني هلا نحن إذا عم نشتغل عن جد على الجيل الجديد المفروض نحن كآباء وكأمهات نحن ما نتنمر، ما نكون نماذج غير سوية لأطفالنا، يعني غالبا الأم اللي كتير بتحكي على العالم بتجي البنت بتحكي مثل الأب اللي كتير بيستخدم ألفاظ معينة الطفل بيكتسب منه، فنحن المفروض عن جد نكون نماذج لأنه عن جد أطفالنا حاليا بحاجة لتقبل وخاصة بوجود الاختلافات الهائلة اللي عم نشوفها. معلش نحن وقت اللي تخصصنا ودرسنا كتير عن أمور بس أثناء شغلنا عم نتعرف على شغلات كتير جديدة وشغلات كتير بدها رفع وعي لحتى يصير في تقبل إلها، لحتى نبلش نبحث بطرق العلاج والتأهيل إلها، والتأهيل المجتمعي أهم من أي شيء تاني. تمام دكتور، كتير نسمع أنه نحن نحاكي طفلنا لو بأعمار صغيرة من عمر شهور نبلش معه نحاكي، لو أنه هو ما نقادر يمكن يبادلنا نفس مستوى الكلام، هذا الشيء يمكن بمخزونه واللاوعي ممكن يظهر بفترات بسيطة، فنحن هيك بنضمن انه الطفل مثل ما بيقولوا يحكي بوقت بكير، يكون عنده مخزون لغوي جيد، هذا الشيء شو مدى صحته اليوم مزبوط. وهل مزبوط نحن نبدا معه بهي الاعمار الصغيرة من الشهور؟ طبعا، لانه في جانب كثير اساسي من جوانب تطور اللغة عند الطفل هو تطور اللغة الاجتماعي او البراغماتيك، يعني الطفل كيف يستخدم الالفاظ الاجتماعية والالفاظ بسياق مجتمعي. طبعا من الشهور الاولى حتى من قبل الشهور الاولى نحن بنحكي عن الالفة بين صوت الام والاب مع الجنين، بعدين بنحكي انه يعرف تواصل بصري مع وجه الاب وجه الام وجه المقربين، هاي الموضوع اول شيء غير انه بيخليه آلف للمحيط وبيساعد بتواصله مع المحيط، بينمي اللغه الاستيعابيه، يعني الطفل اول سنه هو عم يستوعب شو ما حكيتي مع الطفل انت ربحانه، شو ما طورتي معه انت ربحانه، اذا خليتيه يأشر على شيء انت ربحانه، لانه بعد وقت هاي الالفاظ اللي عم يسمعها راح بعد عمر السنه سنه وشهر او حتى قبل السنه اوقات في اطفال بيصيروا يبلشوا يحكوا بشكل كثير واضح، بيحكوا كلمات وظيفيه، اسماء اخواتهم، بنادي بابا، بنادي ماما بشكل وظيفي، هذا الموضوع كثير بيساعده انه حتى يفتح مداركه، بيصير في عنده قدرات ادراكيه كثير عاليه ومعالجه وتحليل معلومات كثير بيميزه عن الأطفال الآخرين. أنا بحكي دائما كلمة هيك فريندلي بتكون هي إنه الأم السرسارة تخلق طفل متكلم. طبعا هون السرسارة بمعنى إيجابي يعني اللي بتحكي كتير، بس المشكلة دكتور الأم السرسارة عم تعمل صبحية وتعطي الموبايل لأبنها يعني. لا لا مع طفلة، أنا عم بحكي الأم السرسارة مع طفلة، وأنا عندي كتير نماذج من الناس اللي بتجي لعندي وعندي نماذج حتى بالمحيط إنه الأم اللي بتحكي كتير مع ابنها بشكل متواصل، ابنها بيحكي كتير بيسمع كتير حتى بيحفظ مفردات أكثر. تماما، وبمحل من المحلات بيصير يحفظ المفردات تبع الام والاب، فنحن كثير بحاجه، هاي الموضوع كثير عم يغفل عنه الاهل، نحن ممكن اوقات عن جد نلتهي مع اولادنا، نعطيهم احيانا موبايل بمحل من المحلات، بس انا بقول دائما شو ما فينا نخفف الوقت، اذا بنوصل لموضوع انه ما نعطيه الموبايل كليا نحن بنكون ربحانين. مني وجر طبعا، انا كمان عندي بنت وعندي كذا، مننا خلينا نقول مننا اليوم القصه عامه، يعني نحن للاسف نعرف انه هذه القصه غلط وممكن يعني تكون سلبيه على حياه الطفل، ولكن دائما انشغالات الوقت، بعدين اليوم الطفل غير امبارح. ذكرت نقطه كثير مهمه انه الحديث مع الطفل، اليوم من خلال مجال عملك قد ايه نسبه ابتعاد الاهل عن الاطفال؟
قد ايه النسبة؟ ابتعاد الأهل عن جداً الأطفال كثيراً بسبب الموبايلات بسبب حتى مشاغل الحياة، ما بدنا كثير نبعد عن واقعنا، نحن ناس كثير مشغولين بحياتنا، الأب والأم إذا كانوا موظفين أو عندهم شغل خاص ما عم يرجعوا للمساء، بس أنا بقول دائماً حتى بهاي المجال إنه هالساعتين أو الثلاثة أو الخمس أو الست ساعات اللي عم نقعدهم مع أولادنا المفروض نحن نلعب معهم، نتواصل معهم، نجيب لهم ألعاب حسية نسمعهم. أنا واحد من الناس بفترة من فترات صرت أنا حتى كيف عم بشتغل مع الطفل اللي بيجي عندي على العيادة، أنا عم بشتغل مع بنتي بالبيت طبع. نفس الشيء، حط بطاقات شو هاد بابا أعطيني هاد. الفكرة الأساسية إنه أنا بدي طور معارف الطفل، مجال المعرفة عند الطفل هو الأساس، يعني العقلي، الذكاء، الإدراك، تحليل المعلومات، يعني حتى بعدين بالمدرسة كتير بيكون مرتاحين، الطفل بيكون بيعرف يسمع، بيعرف يصغي، بيعرف يحلل المعلومة، بيعرف يسأل، بيكون عنده آداب التواصل، إمتى دوره، كيف يطلب إذن، هاي المعلومات كلها بتجي تراكمي، ما بتجي لا بجلسة ولا بجلستين، بتجي تراكمي. للأسف دكتور اليوم نحن عم نشوف طفل أوقات بيكون عمره 4 سنين ما عنده هذا المخزون اللغوي اللي المفروض أو كنا نشوفه في أطفال زمان. هلا الفكرة غير شو السبب، الفكره نحن لما نتجه للطبيب اول كلمه بيقول عادي لسه بكير، فهون أبداً. يمكن في مشكله. هلا هي نحن شفناها من الوسط المحيط وانا استغربت بهي النتيجه انه لسه بكير، انه 4 سنين نحن عم نحكي، حتى بيقول لك انه ابوه كان هيك او شو هذا بالعيله. مهم نروح لعند الاشخاص المختصين، مع احترامنا للجميع الكل عم يقوم بمجال عمله بطريقه حلوه ومميزه، بس انا دائما بحكي لما انا بيكون في عندي اضطراب بالتواصل او شك او اشارات انه ابني متاخر لغويا، ما بروح لعند معالج فيزيائي او ما بروح لعند طبيب عصبيه او حتى بالطبيب عصبي اطفال اكيد ممكن انه احنا مشانين في اي اضطراب عصبي، بس ولكن ما بروح لعند بسال اول شيء عندي انا طبيب اطفال، بسال اخصائي نطق ولغه، بسال اخصائي نفسي بمحل من المحلات، لانه هدول الناس عم يشتغلوا مع الاطفال، بيعرفوا المراحل التطوريه النمائيه للغه للصوت للنطق، حتى بمحل من المحلات بنقدر نميز اذا كان الطفل دور الوراثي واضح ولا غير واضح. مع اني انا دائما بقول نحن حاليا بالوقت الحالي المثيرات كثير عند الطفل، يعني الاطفال كثار حوالا، نحن ناس كثير عم نتفاعل حاليا، حتى لو كنا بجو مدينه في كثير اطفال في كثير ناس، فالوقت مختلف عن ايام من 15 و20 سنه، الطفل ما كان يشوف كثير ناس، ما كان يحضر تلفزيون كثير، ما كان يحضر موبايل، هلا المثيرات اللي بتخلي الطفل يحكي كثيره، فانا لا دغري بحط اشارات استفهام لما ابني بيصير عمره سنتين ما بيحكي او سنه ونص ما بيحكي ولا كلمه، هون لازم استشير اخصائيين بالدرجه الاولى معنيين بالتواصل والتطور النمائي. هون برايك شو هي اهم الأسباب اللي عم بتخلي الطفل يوصل لهذا العمر وما في مخزون لغوي لو بسيط لو كم جملة؟ أغفال الأهل، عدم مراقبة تطور الطفل، ساعات كثيرة على الموبايل، حتى بمحل محلات التغذية الغير سليمة، نمط الحياة الغير صحي، أوقات نحن بنطور السلوكيات اللي في عند الأطفال لما بنتغاضى عن ضرب الطفل لطفل ثاني، كل هالأمور هي مرتبطة كلها ببعضها سلوكيا نمائيا تواصليا لغويا، لأنه الطفل هو أوجه النمو عنده هي مثل المكعب، هي كل وجه مرتبط بالوجه الثاني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. طيب أستاذ خلينا هيك نستغل الوقت ونركز على موضوع اضطرابات التواصل، ذكرت حضرتك انه اليوم نسبة الأطفال هي الأكثر، ولكن اليوم الكبار معرضين طبعاً انهم كمان يكونوا تحت تأثير هذا الاضطراب، خلينا نحكي هيك ولو بشكل سريع على أهم أسباب اللي ممكن اليوم تخلي الشاب أو الصبية يكون عندهم اضطرابات تواصل. الإنسان اللي اختبر التواصل السليم وانحرم منه بتكون آثاره النفسية كثير شديدة عليه، مثل الدكتور أو الأستاذ أو اللي كذا اللي طول عمره بيحكي وبيحاضر بيوصل لعمر 50 سنة أو 60 سنة ممكن يصير معه جلطة دماغية تمنعه إنه يحكي، بيكون آثار نفسية كثير صعبة، هون بدنا تدخل مباشر وبدنا بعد التعافي من الجلطة أو بعد يعني بعد ما بيستعيد وعيه مباشرة نبلش جلسات التأهيل والعلاج معه. المراهق اللي عند البلوغ بدل ما يتطور صوته الذكوري لرجل يتطور صوته ويصير صوت أنثوي، هون اضطراب اسمه البيبرفونيا، هون كمان كثير صعب كثير آثاره على الطفل إذا أو على المراهق إذا ما قدرنا نتدخل بشكل مبكر. فنحن بحاجة دائما ننتبه للإشارات الأولى، نعرض على أخصائيين متخصصين بالمجال ونتابع بشكل حقيقي بالمنزل وبالمجتمع وبتعطينا نتائج كثير مميزة. كثير حلو هذا الكلام، لكن إذا بدنا نخصص شوي عن المشاكل كأن ركزت شوي على التأتأة اللي هي عم نشوفها كتير للأسف عند الأطفال، وأوقات نشوف ولد صف سادس عنده هاي الحالة من التأتأة، أوقات بتكبر معه لمرحلة الشباب وهون التنمر الحقيقي لما كل بيكون بالجامعة أو بيكون بوسط عمل أو بأي مكان بيكون فيه كتير.
تماما بتأثر كثير. طب هون شو سبب التأتأة الحقيقي إذا بدنا نحكي إن كان عضوي أو إن كان نفسي أو اجتماعي، شو هو السبب الحقيقي وآلية العلاج كيف ممكن تكون؟ التأتأة بشكل أساسي وحقيقي هي العلاقة بالتنسيق، أو هي اضطراب بانسيابية الكلام، له علاقة بالتنسيق ما بين الجهاز الصوتي والكلامي والنطقي عند الإنسان، مرتبطة جدا وبشكل كثير مباشر بعوامل نفسية اللي هي عوامل الضغط، التوتر، عوامل الكلام مع شخص نحن أكبر منا بالعمر أو شخص غريب عنا. هاي الاضطراب مع بعض، هاي العوامل مع بعض البعض بتؤدي لتأتأة. ممكن تكون تأتأة على شكل تكرارات، ممكن تكون إطارات كتير شديدة، ممكن يكون احتباسات، بس الأهم أنه لازم تترافق مع إشارات جسدية، تشنجات بالرقبة، بالشفة، ضرب على الإيد، شد على ضرب على الرجل، شد على الإيد، هز الرأس، رمش العينين، هاي كلها لازم تكون مرتبطة بطريقة الكلام اللي فيها تكرارات أو إطارات لحتى نقول عنها تأتأة. بالنسبة لموضوع العلاج بده خطة علاجية كتير دقيقة بتتعلق بطريقة تعليم الطفل كيف التنفس الصحيح، كيف الكلام بهدوء، كيف البداية السلسة للكلام، مرتبطة أكيد بدعم نفسي، بدعم اجتماعي، بتعاون مع الأهل، بتعاون مع المدرسة، مع المعلم، مع المرشد، بتعاون حتى بمحل من المحلات مع الأصدقاء بإعطائه بثقته بنفسه. كل هاي المواضيع باكج كاملة لحتى نحن نشتغل مع الشخص اللي عنده تأتأة، لأنه هون بيكون درجات الحساسية الانفعالية عند هذا الشخص كتير عالية وشديدة، وبيكون مدرك لموضوع اختلافه عن غيره، فهون بدنا نشتغل معه خطة لغوية بدعم نفسي اجتماعي كامل. ودائما الدعم النفسي هو الأهم بكل المجالات. المشاكل يعني. استاذكي بنصائح أخيرة خلينا نقول، قد اليوم هم حملات التوعية للأهل للكادر المدرسي، وخاصة اليوم عم تذكر أعراض كثيرة اليوم، يعني ما كلنا عندنا هاي الثقافة إنه هذا العرض شو ممكن يكون، يعني خلينا نقول تخصص أو اسمه ضمن المجال الطبي النفسي. بشكل عام نحن بس نحكي عن اضطرابات التواصل، يعني نحكي على علاقتي أنا بالآخر، فنحن كأهل كمجتمع بحاجة كتير أول شيء نحن نعرف هاي، يكون عندنا ثقافة السؤال، مو إذا تأخر خاله وعمه لأربع سنين أنا أسكت، لا بالعكس، مني ومنك وجر كلياتنا لازم نوجه صح، أنه نحن نسأل الأشخاص الصح. لما ننتبه على طفل أنه عنده إشارات معينة نوصل للأهل أنه فيك أن تسأله أخصائي، فيك أن تستشيره. لما نحن نكون بمدرسة ونشوف حدا عم نتنمر عليه ممكن نحن نحاكي المديرة أو المرشدة، يعني هي بدها ثقافة، بدها رفع وعي عند الكل، الأهالي والناس كلهم خاصة بالمدرسة بالمجتمع كلنا لحتى عن جد نقدر نساعد هذا الشخص. هذا الشخص بحاجة لبيئة تواصلية سليمة لحتى يخلص من مشكلته ويبلش عن جد علاج، لأنه أنا برجع بحكي الآثار السلبية على المستوى النفسي والاجتماعي بتوازي تماما حجم المشكلة اللغوية أو التواصلية، خاصة أنه هو عم يقضي أكثر وقته بالمدرسة يعني وبين رفقاته. أغلب وقته حاليا الطفل أما مدرسة، دروس خصوصية أو نوادي، فغالبا الأسرة ما قال كتير حصة كبيرة من الطفل بمراحل النمو الحساسة، فبحاجة لهذا الوعي كلنا. أكيد نشكرك كتير أستاذ على كل المعلومات اللي قدمت لنا، ونتمنى أكيد نلاقي وقت وحصة لأولادنا، الحصة الأكبر خلينا نقول قد ما كانت متعب الحياة والظروف الصعبة عشان نكسبهم. أكيد إن شاء الله نحاول. شكرا لك أستاذ أحمد يوسف، حضرتك اختصاص نفسي وتواصل، أهلا وسهلا بحضرتك.